الفضائل ديننا تم الخصال منه أنوار الشمائل تتجلى بالجمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، فبموجب قول الله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج من نار. تبين أن هنالك طبيعتين، طبيعة خلق منها الإنسان وهي طبيعة طينية بشرية هادئة قابلة للتشكل، قابلة للترويض، قابلة للتمرين، وهي طبيعة هذا الإنسان الذي له هذا الارتباط بالأرض. وهناك طبيعة مقابلة هي طبيعة خلق عليها الجان، وهي طبيعة نارية. والجن خلق من أمشاج من نار، ومن أخلاط من نار ليس لها دخان، فهو ذو طبيعة حارة، وذو طبيعة متقدة، وذو طبيعة مشتعلة. ومن هنا يكون التمييز بين خلق الإنسان وخلق الجن شيئا يتأكد في ذهنية الناس، في ذهنية المسلمين، حينما يعتبرون أن الفطرة السليمة في الإنسان أنه هادئ، وأنه يقبل التربية، ويقبل التوجيه، ويقبل التشكيل. فهو يتشكل وفق المنظور الذي يريد المشكل أن يصل به إليه. فهذا الطفل تقريبا حينما يعالجه ويتولى تربيته والده أو من يشاء تربيته، كأنما يعالج الطين تماما. هذا الطفل يربى على العادات الخيرة، على بلورة المواهب والقدرات التي يكون هذا الطفل قد احتوى عليها. وبالتالي فبقدر ما نستطيع تشكيله تشكيلا فنيا جميلا رائقا، يكون هذا الإنسان كذلك. كأن الإنسان الآن، كأن الواحد الآن هو خزاف يصنع الخزف. وبقدر ما يستطيع أن يكون هذا الخزاف ماهرا وقادرا على العمل الفني الجميل، تكون صناعته كذلك راقية وجميلة. فالإنسان بطبيعته هو كأنه هذا الذي يتولى الخزف، صناعة الخزف. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كل مولود يولد على الفطرة، على طبيعته الخزفية العادية الهادئة. فأبواه يشكلانه بعد ذلك، يعطيانه فيما بعد تشكيلات خارج الفطرة، فقد يعلمانه مثلا شرب الخمر أو الكذب أو السرقة أو ما أشبه ذلك، فيكون ذلك خارج الفطرة، خارج السياق الأساسي. لكن الفطرة مساعدة، الفطرة لينة، الفطرة معينة. والفنان الذي يتولى تلك الفطرة بمهارته وبقدرته يتجاوب المهارة عنده بالاستعداد الموجود في الفطرة. هذا طين قابل للتشكيل، وهذا فنان قادر على التشكيل، وبالتالي يلتقي الأمران معا ليكون النتاج هو هذا الطفل الذي يمكننا أن نصنع به أشياء كثيرة. أي الطفل، الفطرة تساعد. الطفل ليس رافضا للتربية، ليس ممتنعا، ليس متأبيا، ليس مستعصيا، ولكن أيضا حينما يهمل، حينما يترك، حينما لا يهتم به، ينشأ كيفما شاء
شاءت له الرفقة والمحيط والبيئة يمكن أن تصله يصل إلى انحرافات من هذا القبيل. بمعنى أن هذه الآية وهذا النوع من البيان لطبيعة الإنسان تدفع بالإنسان دفعا قويا إلى أن يمارس عملية تشكيل الطفل وتوجيهه، والطبيعة والفطرة فيه تساعد وتعين، الفطرة معينة على ذلك. فما هو الفرق بين الأمم المتقدمة والأمم التي وصلت إلى ما وصلت إليه والأمم التي هي الآن في الحضيض أو التي تتلقى الضربات؟ هو هذا العمل، هو الاهتمام بالناشئة والاهتمام بهذا الإنسان وتوجيه الإنسان. فهذا الطفل الذي معك هو شاعر وهو مخترع وهو فنان وهو كاتب وهو أي لم يخلق هذا الإنسان مجرد من كل المواهب، لكن حينما يكون المجتمع كله قادرا على أو مستعدا نفسيا وشعوريا ومن حيث الإدراك مستعد للقيام بهذا، يتعاون المجتمع كله على صنع الفضيلة في هذا الطفل. ولكن حينما يصل المجتمع إلى ما نعلمه الآن من التخلي والانسحاب، لا يمكن للإنسان أن يأتي أو لا يمكن للإنسان نابغ أن يخرج من محيط خامل ليس له اهتمام بالنبوغ. حينما نرى مثلا بالنسبة لمجتمعاتنا هذه تهتم بالتفاهات، تنشغل بما لا يفيد، تنشغل بما لا يشكل مشروعا للمستقبل، يهتم بعض الناس ببعض، يتحدثون في أعراضهم، يتحدثون عن الفواحش ويشيعونها فيما بينهم باللسان وبالتجربة وينقل بعضهم إلى بعض. فلذلك ترى المجتمع ينتكس ويرتكس، والحال نحن اللي وصلنا للحالة اللي وصلها المجتمعات الإسلامية في الغالب هي حالة لا تساعد على النشوء السليم، لأن هذه المجتمعات لا تعرف قيمة العلم ولا قيمة العمل، وهما قيمتان أساسيتان في توجيه الإنسان للمستقبل. لو أردتم أن تعرفوا أين يوجد المجتمع، أين يوجد المجتمع الآن الذي يطلب منه أن يكون ناهضا، أن يرد، أن يواجه التحديات، لو وجدتم أن مجتمعا مثل مجتمعاتنا هذه مجتمع معروف بأنه لا يقرأ، لا يقرأ. في سؤال سألت بعض الأشخاص الذين يتعاملون أو يشتغلون في مجال توزيع والصحف والمكتوبات والمنشورات، ففي الحقيقة لو سألتم وتلقيتم الجواب لاكتشفتم بأن الأمر مذهل تماما. بعض الصحفي يقال فيها أنها لا توزع أكثر من 100 عدد، 80 عدد، بعض الصحف كبيرة جدا توزع 100 عدد 80 عدد في مدينتين مثل وجدة فيها 400 ألف ديال السكان أو 500 ألف ديال السكان. 500 ألف من السكان لا يقرؤون من هذه المجلة إلى من هذه الجريدة إلا 100 عدد، 100 ليقرأوا من 500 ألف. وقس هذا على كثير من الأشياء التي تجد فيها أن القراءة نادرة، وأن طلب العلم عندنا ليس له اهتمام، الناس ليس لهم اهتمام به. أي مساجدنا الآن هل هي ممتلئة بدروس توجيه والوعظ والدروس التي ترفع على تعلي من قيمة من مدارك الإنسان؟ طبعا لا، هي فارغة فيها في الغالب شاغرة، الدروس نفسها غير موجودة، غير لا تغطي، والبشر ليس له أي استعداد، لأن كل واحد يعرف كل شيء، ليس هناك من يرى أنه في حاجة يتعلم. الناس يعرفون كل شيء ويتكلمون في كل شيء، في العلم، في السياسة، في كل، ليس شيء، ليس عندهم شيء هو محتاج إلى أن يتعلم. إذا فمثل هذه الأشياء كما قلت لا يمكن أن تنتج لك إنسانا يحب المعرفة. وقل مثل هذا في الفضائل الأخرى، قل مثل هذا في كثير من التوجهات، لا بد أن يكون المجتمع متضامنا متضافرا على أن يصل بالإنسان إلى هذا. مهم أن الإنسان الناشئ هو قابل لهذه التشكيل ومستعد. باش نقول بأن الناس أصبحوا لا خير فيهم، التلاميذ لا يقرؤون ولا يفعلون، لا، هذا مجتمع أشل، مجتمع ناقص، مجتمع متردد، مجتمع يتغنى بالسلبية ويحب السلبية ويتعشق السلبية، وبالتالي تبقى هذه هي المشكلة، هي المعضلة. أي ما لم يرتفع
أو ما لم يتغير توجه الناس وسلوك الناس وما لم تعمم الفضيلة في الناس في الجماهير، ماشي نتكلموا على النخبة، النخبة قد تكون موجودة ولكنها ليست، النخبة قد تكون قاطرة ولكن لشعب قادر ولأمة تريد التحرك، لكن حينما يكون الناس كلهم يتكسبون بالفضيلة، يعيش الإنسان متقلبا من اليمين إلى اليسار، يبيع ذمته، يبيع وجوده، يرهن مستقبله، وليس له تصور، وليس له شيء يسمى الحرام أو شيء اسمه ممتنع، كل شيء ممكن، ماذا ما يمكن أن يصل بصاحبه إلى شيء من المكاسب الدنيا. حينما نصل إلى مثل هذه الأوضاع لا شك أن النخبة لا تفيد شيئا كثيرا. ومن هنا ولهذا السبب كانت محاولات النهضة، أنتم تعرفون أن محاولات النهضة قديمة عندنا الآن، لها حوالي قرنين من الزمان، وهناك مصلحون يريدون أن ينهضوا هذه الشعوب، ونتساءل بعد ذلك هل هذه الشعوب تنهض أم تتراجع، هل هذه الشعوب الآن تتقدم أم تتراجع. نرى أنها في كثير من المرات تعطيك صور غريبة جدا من التراجع في المجال الديني، في المجال العلمي، في مجال المهارات، في مجال الكفاءات، في أشياء كثيرة. قد تجد مثلا جمهورا كبيرا ليس فيه من يحفظ القرآن كاملا، يمكن أن تجد مدينة كاملة، مدينة كاملة ليس فيها من يحفظ القرآن، وتقارن هذا بسنوات سابقة كنت تجد كثير من الناس يحفظون القرآن، حتى من ليسوا من أهل هذا الشأن، من المغنين، لو سألتم عن المغنين لوجدتم أن الكثير منهم كان يقول بأنه يحفظ القرآن كاملا، وكان يتعاطى فيما بعد يتعاطى الغناء، وكان ربما انتكس وكان يسبح في دروب أخرى، ولكن المجتمع كان يعطيه المادة لي، كان يهيئه، ربما كان يقع له ما يقع، ولكن المجتمع كان يهيئه. لو سألتم عن كثير من التجار، عدد التجار الذين كانوا يحفظون القرآن في قرانا وبوادينا، لو اجتمع أن التجار الآن في بعض ما تجد التاجر لا يعرف شيئا، لا قرآن ولا غير القرآن، إنما يعرف التجارة بمفهومها المعيش، لا تحتاج التجارة لا يعرفها بمفهومها المعرفي، لا يعرفها كعلم، يعرفها على أساس أنه وجد في المتجر فهو يتاجر على النحو الذي هو عليه. إذن فوقع تكلس وتبلد الإحساس وتبلد كل المواهب وتوقف عن نمو. لهذا السبب لم تكن هذه النهضة قادرة، أو مشاريع النهضة كانت دائما تحبط، كانت تحبط بسبب أن الجمهور لم يكن يماشيها، لم يكن، ولذلك دائما يجب الاهتمام بالسواد الأعظم، بالجمهور، تربية هؤلاء الناس، تعليمهم أن يفكروا، أن يقرأوا، أن يدرسوا، ويبقى حينما يكون المجتمع حيا بهذه الدرجة، ولو وجد فيه الرذائل، الرذائل تبقى موجودة ولا شك في كثير من الناس، لكنه المجتمع يكون قادر على أن يتطور، يتألق. هل منذ سنوات سابقة، نقول 20 سنة أو 30 سنة، كان بإمكان أن يتصور أن يقول إنسان للناس على أعمدة الصحف انتظروا أن الإسلام سينتهي من هذا البلد وسيخرج من هذا البلد؟ الآن رجل يتبجح ويقول هذا، ويقول بأن الإسلام مرحلة من مراحل هذه الأمة وسينتهي. هذه الكلمة لو كانت تقال في، لأن الإنسان كان حينئذ، لا أقول بأنه كان متصور، لكن كان حي، كان يستطيع أن يرد هذه الترهات ويرد هذه الأباطيل. لكن الناس الآن ما كأنه لم، كأن الرجل لم يرد عليه لا بقلم ولا بمقالة ولا وكأن الرجل لم يقل شيء. هذا الرجل يدعو إلى خروج الناس من الإسلام ونفض الناس الأيدي من الإسلام، وهو كلامه كلام غير علمي، كلام غير تاريخي، كلام غير مؤصل، ومع ذلك فالأمر عادي تماما، كما لو قال للناس السلام عليكم وعليكم السلام كأن الناس. إذن فهذا الترهل، الترهل في الأمة، والغياب عن المعرفة، والغياب عن الوعي، وعدم تقدير الأمور، هو الذي جعل كل مشاريع السابقة تحبط وتنتهي وتتوقف. وما لم يعد الناس الاعتبار للإنسان حيث هو، أي تنمية الإنسان في حيث هو في موقعه، لابد أن يتعلم الرجل، تتعلم المرأة، يتعلم الطفل، يتعلم الجميع، يتعلم المثقف، لابد أن يكون الناس، يرجع الناس إلى المساجد، إلى دروس العلم، إلى المعرفة. حينئذ نقول إن الأمة يمكنها، يرجى منها خير. انظروا في المطبوعات، في المنشورات، كم يقرأ الناس حينئذ ترون أنه بإمكان الإنسان أن يرجو شيئا. ولكن حينما ترى الناس كلهم لا حديث لهم إلا عن الكرة، إلا عن الرياضة، ده أكبر من أسباب الكرة، أكبر من الدين، وأكبر من مستقبل الإنسان، وأكثر من 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 واقع اجتماعي. الكرة هذه تنهي الناس كل شيء، وسوف ننتصر. كيف ينتصر الناس إذا كان أكثر من نصفهم أميين؟ أي نصر يحققه الأميون على أنفسهم؟
على من يتحقق هذا النصر؟ على الجهل، على البطالة، على التخلف؟ لا يتحقق شيء من ذلك، يتحقق في مجال الوهم. هؤلاء ينتصرون انتصارا وهميا بسبب أن كرة مثلا أخطأت هذه الشباك وأن أخرى دخلت في هذه الشباك، فتقرر المصير بسبب تلك الكرة وحدها إذ قررت. ولكن الناس لا زالوا أميين، لا زالوا لا يقرؤون ولا يكتبون، لا زالوا يؤمنون بالخرافات والخزعبلات، لا زال الدين عندنا في بعض المرات الآن أصبحنا نخاف، كنا نخاف أن لا يكون الناس متدينين، والآن أصبحنا أن يكون الناس متدينين دينا خرافيا ودين الخزعبلات وأشياء لا صلة لها بالإسلام، لأن الناس لم يعد لهم قدرة على أن يميزوا حتى في مجال الدين بين ما هو دين وما ليس دينا. حينما تعطي الإنسان فكرة فيها مثلا شيء فيه ظلمة أو غبش، يكون عنده قدرة على التمييز ليقول لك إن هذا الكلام لا يصح. حينما يرجل مثلا مقولة من مقولة تسب الصحابة مثلا، يعرف أن هذه المقولة هي مقولة مدخولة. حينما يتلقى فكرة من الأفكار ولو كانت تفكير ديني تجعل الإنسان يؤمن ببعض الخزعبلات الآن، وأن فلان من الأشخاص سمح لبعض أتباعه بأن لا يصلوا لأن التكليف قد رفع عنهم، يعرف بأن هذا مروق من الدين وخروج عنه. لكن الناس في الآن لا يستطيعون أن يميزوا، بحيث أن كل شيء يمكن أن يقال، كل شيء يمكن أن يقال، قال سيدي فلان، قال سيدي فلان، قال سيدي فلان، وبعض ما يقال لا صلة له بالدين ولا بالعقل ولا يمكن أن يرجى من صاحبه أن ينشئ لك إنسان مسلما سويا ومستقيما، إنما يكون لك إنسان أبله أحمق تابع لا أقل ولا أكثر. إذن قلت القرآن إذ يذكر هذه الحقائق، لا يذكرها من أجل أن توضع في 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 الرفوف أو أن تكون هي مجال على اشتغال فقط المختبرين، بل لتكون وسيلة إلى التربية. إذن الإشارة الكبرى في أن الإنسان قابل للتشكيل من خلال كونه صلصالا، من خلال كونه طينا، فيه ما فيه من المعاني. وفي المقابل هذه السرعة وهذا الغضب وهذه الاشتعال وهذا الاتقاد الذي قد يكون في الإنسان، هو ذو طبيعة من طبائع الجن، أي الأصل أن الإنسان كرمه الله بالعقل، وهو بالعقل يتصرف ويحقق الأشياء ويمحصها ويتثبت ويصدر المواقف. حينما يكون الإنسان قد غيب العقل وأصبح كل ما يتعامل به هو عاطفته الجياشة، ويصبح له ردود فعل مباشرة عن كل الأمور التي تواجهه، بمعنى ذلك أنه غيب العقل وأصبح إنسانا ملحقا بعالم الجن، ناريا غضبيا، لا يستعمل عقل وإنما يستعمل دائما العاطفة، والعاطفة لا تنتهي في نهاية المطاف إلى الخير. فلذلك قد يتصرف الإنسان تصرفات خاطئة وطائشة، قد يضرب، قد يقتل، قد يفعل أشياء كثيرة بسبب تلك الطبيعة الغضبية فيه، تلك الطبيعة السبوعية فيه. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يأتي الرجل يقول أوصيني، قل له لا تغضب، لا تغضب أي لا تخرج عن طورك، طور الإنسان الهادئ الذي يفكر ويتخذ المواقف. ولكن حتى حينما يريد الرجل أن مثلا أن يطلق زوجته، فالفرق بين أن يطلق الإنسان الزوجة عن عمد وإصرار وعن رؤية سابقة، لأنه تجمعت له من القرائن الكثيرة الكثيرة ما يفيد أنها لن تكون زوجة صالحة. امرأة ثبت للزوج من خلال تصرفات كثيرة أنها لا تصلح له زوجة، وأخيرا وبعد دراسة وإعطاء كل الفرص انتهى إلى هذا القرار، قرار المفارقة. قد يكون هرق، لكن ليس هذا المطلق هو ذاك الذي يطلق اليوم ليأتيك غدا باكيا ويقول إنني كنت غضبان، وإن المرأة لم ترتكب أي جرم، وإن السبب هو أن الغذاء تأخر، أو أن الطعام كان في يوم ما ملحا أو كذا وطلق. هل يطلق الناس لهذه الأسباب؟ هل يطلق الناس، هل نفتح للناس الأسباب بأن يطلق كل واحد زوجته لمجرد أنها تأخرت عليه في فتح الباب؟ هل نطلق الرجل زوجته فقط لأنها دخلت عليه كما وقع، هذا وقع عمل، دخلت عليه وهو يتفرج ويتابع مباراة من مباريات الكرة، ودخلت على المرأة وهي تلبس لباسا هي لا تعرف شيئا وباللون الفرق الفريق الخصم، فطلقها لأنها جاءت في تلك اللحظة تستفزه بذلك اللباس؟ هل يكون هذا زواجا؟ هل هذا يسمى طلاقا؟ هل هذا اعتبار لهذه الرابطة ولهذه الآصرة؟ ها؟ حينما يصل الناس إلى هذا النوع من التصرفات التي ترونها، ترون أن مجتمعاتنا تعبر عنها هذه الطبيعة التي هي طبيعة الجان، أي من مارج من النار. ترونهم في الأسواق،
ترون الناس في رمضان ترون أن الناس ليس لهم أبدا شيء اسمه عقل يحتكم إليه بسهولة. الناس يلتقون أن تقع لهم مشاكلهم في جهات من الأرض لا يغضب الواحد منهم تقريبا، تقع حادثة سير لا يغضب لا هذا ولا ذاك، يجلسان وينتحيان ناحية ويكتبان محضرا ويوقعان عليه وتنتهي المشكلة، لا هذا يسب ذاك ولا هذا يضرب ذاك ولا هذا. ولكن نحن الآن فينا هذه الطبيعة، فينا هذه الانفعال، والرجل تفتح مثلا إذا فتحت ما أو بحت مع ماذا معه في سيارته تجد له عصا غليظة يريد أن يضرب بها، أو سيفا يحمل سيفا معه في سيارته، أو مدية أو ما أشبه ذلك. ولذلك تمتلئ السجون بالذين دخلوا هذه السجون نتيجة انفعال ظرفي غير مجرى حياتهم، أي في لحظة من اللحظات يكون الرجل رجلا عاديا فيتحول إلى مجرم في خمس دقائق لأنه لم يتمالك في تلك اللحظة، ويتحول البيت الآخر إلى بيت فيه أيتام وكان أبوهم رجلا يقوم بشأنهم، فصار هذا في السجن وهذه أسرة أهملت بسبب أن أباها أصبح في السجن، والأسرة الأخرى أهملت لأن أباها قد قتل، وبسبب ماذا؟ بسبب غضب طائش جامح كان بالإمكان التوقف إيقافه. إذن فالقرآن يشير إلى طبيعة المتسرعة في الجن وأنها ليست طبيعة بشرية، وبالتالي في الإنسان الذي يقتبس من القرآن يفهم أنه من المطلوب منه أن لا يكون على طبيعة الجن بل يكون على طبيعة الإنس، فيها طبيعة ترابية وقابلة للتشكل، ومع الطبيعة الترابية القابلة للتشكل تأتي الطبيعة الأخرى الملائكية التي في الإنسان وهذه النزوعات الروحية، ويكون الإنسان مترددا بين تلبية طاب داعي الطبيعة فيه وداعي الملائكية فيه، فحينما يصلي، حينما يفكر، حينما يعبد الله، حينما يقرأ القرآن، حينما يطهر نفسه يكون قد أعطى الجانب الروحي ما هو في حاجة إليه، حينما يتزوج، حينما يأكل، حينما ينام، حينما يستريح من التعب يعطي الجانب الجسدي ما يستحقه من الطرب هذا الطبع، فهذا الطبع الإنسان والنفس من علا، فللمرء أن يعلو وللمرء أن يدنو، فالمرء بإمكانه أن يدنو إلى الترب فيستجيب للترب للتراب للطبيعة الترابية استجابة مطلقة فلا يلبي إلا حاجات الجسد فيه وهذا خطأ، وله كذلك نزوع إلى العالم العلوي ويلبي ذلك أيضا بحاجة بما يضمن له الارتقاء أو التألق، وفي حياة المسلم هي حياة متوازنة فليس لها انصراف عن الطبيعة ولا نكوص ولا إعراض عنها، ولكن ليس فيها أيضا ارتماء في الجانب الجسدي والجانب الترابي. إذن هذا كما قلت هذا البيان للمنشأ والمصدر ليس مراد به فقط مجرد تعريف الإنسان من بنشأته، بل المراد كما قلت هو ترتيب أوضاع الإنسان بحيث يكون له أن يكون قد وضع نفسه في المكان المناسب الذي وضعه في القرآن، فيجتنب الطيش ويجتنب الانفعالات ويجتنب هذه الطبيعة الغضبية التي ينفر دائما منها تنفر منها الشريعة الإسلامية، لا دائما نفرت من الغضب بهذا المعنى، حتى حينما يغضب الإنسان فغضبه غضب عقلي ليس غضبا شهواني، ليس غضبا يغضب الإنسان يغضب لأن دينه قد انتهك، يغضب لأن القيم قد سقطت، يغضب لأن أشياء، ولكنه لأنه غضب بالعقل، مشي غضب لأن غضب لأنه لم يأكل، غضب لأنه امتنع عليه كذا، لأنه لم يصل إلى كذا، كما يقع الغضب من كثير من الناس. فالغضب نفسه إذا كان ولا بد من الغضب فهو غضب عقلي، وأنتم ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله فيغضب لله بها، أي غضبه جزء من عبادته، يغضب لأنه لا يريد هذا المظهر أن يستمر، والغضب يكون نوعا من الإصرار والرفض والإباء لذلك، مش غضب لأنه فقط لأنه استفز داخليا، بل غضب غضبا شرعيا، غضب غضبا شرعيا وتمعر وجهه. والتمعر تعرفون التمعر هو أن الإنسان يقع له نوع من القباض في وجهه بسبب ماذا؟ بسبب أنه رأى منكرا،
رأى شيئا غير صالح غير مناسب غير لائق بالأمة الإسلامية، بل إن الله تعالى يأتي يوقف بين يديه يوم القيامة الشخص فيحاسبه، فيقول له فيما يحاسبه به الله تعالى: لكن وجهك لم يتمعر من أجلي. الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: إن وجهك لم ينقبض يوما ما من أجل الله، كنت دائما مسرورا فرحا، دائما تأخذ العصا من الوسط، دائما مع هذا وذاك، لم يتمعر وجهك من أجلي. وبالتالي هذا كما قلت ليس الغضب الذي هو النرفزة الذي هو استفزاز داخلي، بل هو غضب شرعي معقول معروف محسوب، وغضب بقدر ما يستحقه وما يستدعيه الموقف. بعد هذا يتحدث كتاب الله تعالى أيضا عن شاهد من شواهد قدرته، ويقول ويبين لعباده حقيقة علمية وحقيقة دالة على القدرة، وهي قوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين. فالله تعالى يعرف عباده بأنه له هذه القدرة، ومن شواهد هذه القدرة أنه رب. والرب كلمة تعني كل أنواع المتابعة والملاحقة والعناية والرعاية. رباه يربيه، أو ربه يربه في اللغة العربية، بمعنى أنه تابع نموه وتابع كل أطواره. فأنت حينما تتعهد ولدك منذ ما قبل الولادة، ثم بعد الولادة، ثم ترعاه يوما كل يوم، وخاصة هذا الأمر تقوم به النساء الأمهات. الأم تتابع ولدها لحظة بلحظة، وإذا حينما يغيب عنها ويخرج تبقى منشغلة عنه، فهي تتابعه في حركاته. إذا رأيت أن حركته يوما ما، أن رجله الآن لا تسير، تستدعيه: ماذا وقع لك؟ ربما سقطت على الأرض، ربما. إذا رأته مثلا يأخذ بخصره، يضع يده على خصره، فتستدعيه وتقول: ماذا بماذا تحس؟ هل تحس بألم؟ لا غير. إن كل شيء لا يكون طبيعيا تتنبه الأم إليه خاصة. إذا رأت على وجنتيه احمرارا، إذا رأت في عينيه صفارا، لذلك دائما تكون الأم هي التي تحس بالمرض الذي يطرأ على الطفل، لأنها شديدة التركيز عليه، شديدة العناية به. فهذا معنى التربية، أي هذه المتابعة. فالله تعالى خلق العالم كله، وهذا العالم لم ينفصل عن قدرة الله تعالى، لم ينفصل عن عناية الله تعالى، بل إن الله سبحانه وتعالى يدبر هذا العالم تدبيرا ويتابعه ويمنحه ويعطيه ويسيره إلى الغاية التي يشاء الله له أن يصل إليها. فما في الكون لحظة فراغ، ليس في الكون لحظة تخلى فيها الخالق عن الكون. يقع الزلزال هناك، فوقع بعناية الله وبمشيئته، والزلزال ليس غضب الطبيعة كما يقال، لأن الطبيعة أيضا هي جامدة، وليس لها ليس لها شيء تغضب به ولا تغضب عليه. الغضب هو الجانب المادي لإرادة الله سبحانه وتعالى. إرادة الله حينما تنفذ بالطبيعة، ولكنها ليست الطبيعة هي نهاية كل شيء. ويقع ما يقع من الآفات ومن الكوارث في الكون، والله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء. يطالع الناس بمجموعة كبيرة من الظواهر الطبيعية التي لم تكن محتسبة ولا مضمونة، ويتحدث الآن عنها بعد وقوعها: إلنينيو، ما هي تسونامي، كيف نشأت وكيف وقعت، الفيضانات التي وقعت في أمريكا، في كاترينا وما إلى ذلك. هذه كلها ظهرت بعد أن وقعت، أحس الناس بها وأصبحوا يتتبعون أو أصبحوا يحاولون معرفة أسبابها، لكن مسببها الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى لم يتخلى عن العالم، ولم يدع للعالم أن يتصرف وحده. هؤلاء الذين قالوا من الذين فسدت عقيدتهم عند شعوب أخرى إن الله خلق العالم وتخلى عنه، هؤلاء لا يمثلون بقولهم العقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية فيها معنى المراقبة والمتابعة، وأن الله سبحانه وتعالى رب للعالم، يربيه لحظة فلحظة.
وبالتالي ما كاينش سؤال لماذا وقعت الزلازل. قال المتدينون إنها بسبب غضب إلهي، وقال العلمانيون ليست بسبب هذا، إنما هو بسبب أنكم تكونوا تعرفون أسباب الطبيعة. المسلمون الآن من أكثر الناس علما بقوانين الطبيعة، من أكثر الناس علما، بل ربما وجدنا من العلماء الكبار في علوم الطبيعة من المسلمين في مجال مثلا الزلازل وعلوم الأرض. رأيتم واستمعتم للدكتور مثلا زغلول النجار. فإذا قال إنسان لا، إن هذا ليس بغضب من الله، إنما هو بالطبيعة، أنت لا تعرفون شيء اسمه الطبيعة. ربما نعرف الطبيعة أكثر مما تعرفها أنت، ربما لا تعرف من الطبيعة إلا معلومات عامة. فلو طلبنا من أحد العلماء المتخصصين من المسلمين كيف تنشأ البراكين، كيف تنشأ الزلازل، كيف تنشأ، لا فسرك تفسيرا علميا، بحيث أن أحد الأدباء عبد المعطي حجازي، شاعر ولا عالم، هذا شاعر ولكن يتحدث هو في عقيدة المسلمين ويقول للناس إن هؤلاء المسلمين لا يعرفون الطبيعة. سبحان الله، لا يعرفون الطبيعة، هم في مختبراتها يتحركون. هؤلاء هذا الكلام أنتم ما تفهموا، لنرد به ردا عاما. هذا الكلام كان يقال لما كان المسلمون معزولين في جهات معينة، كان العلماء هم عبارة عن مجموعة من الفقهاء، كانوا معزولين في جوانب، كنا نخوفهم بالعلم الذي نعرفه ولم يدركهم. أما حينما يكون العلماء الآن في الصدارة، من علماء الطبيعة هم الآن من العلماء المسلمين، كبار العلماء المسلمين، علماء في الإعجاز العلمي، يعرفون هذه الأشياء. وما أكثر ما عقد في كل مجالات العلم، في الاقتصاد كبار علماء الإسلام الآن، كبار علماء الاقتصاد مسلمون، ومن العلماء الذين يسيرون والذين يخططون لتسيير البنوك ويعطون أطروحات في قضية تسيير البنوك عبر العالم الإسلامي، وهم متخصصون في القمة من تخصصهم في علوم البيولوجيا، في كل علوم. لكن هؤلاء يهوشون على الناس، هؤلاء الذين لا يعرفون لا العلم ولا شيء ولا الدين، هؤلاء دائما يخوفون. قلت متى المسلمون تتحدثون عن الخالق؟ لأنكم لا تعرفون العلم. أنت السلام عليكم، تعرف العلم؟ نحن أعرف بك. هل يتصورون فينا أن علماء تشريح ما كاينينش في المسلمة؟ ما فيهاش علماء البيولوجيا، ما فيهاش علماء الزلازل، ما فيهاش علماء البراكين، ما فيهاش علماء الطبيعة. الآن الحمد لله فيه الآن من علماء المسلمين كثرة كثيرة، والمؤتمرات التي عقدت شيء كبير جدا، بحيث هذا كلام متجاوز. هذا الكلام متجاوز. إذن قلت بأن الفاعل في الحقيقة شنو هو؟ الله سبحانه وتعالى. نعود إلى فالله تعالى يعطي هذه الحقيقة، وأنه رب، وأنه ينشئ هذا الكون، وأنه لم يتخلى عن هذا الكون. في هذا الحيز يقول الله تعالى إنه رب وربى وأنشأ المشرقين. هذه قضية الشروق، شروق الشمس في القرآن، يتحدث القرآن عن رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، ويتحدث عن رب المشارق والمغارب، ويتحدث في هذه الآية عن المشرقين والمغربين. أرد بالكم، في بعض ما ينشر الآن، في بعض المواقع التي كتبها بعض النصارى، بالتأكيد بعض النصارى كتبوها إما تحت اسماء أنهم نصارى أو ملاحدة، في خصوصا في باب الإعجاز العلمي، لأن بعض الشباب يمكن أن يتبع هذا في المواقع، ولكن نبه لها. أحدهم كتب مقالا سمّى نفسه ملحد، وأصبح يخوض في قضية الإعجاز، ويريد أن يخطئ علماء المسلمين في باب الإعجاز، وهو ليس من هذه الجهة طبعا. في بعض المواقع تجدون أن هناك حديث آخر هو الحديث عن تناقضات القرآن. القرآن قال هنا كذا، هذا أسلوب، أنتم انتبهوا له، هذا أسلوب ومشروع الآن عند النصارى، عند المنصرين، يكتبون وينشرون ويحاولون دائما
تغليط الناس خصوصا الذين ليس لهم ثقافة إسلامية. فأقول مثلا من هذا القبيل، الله تعالى يقول رب المشرقين ورب المغربين، ويتحدث في آيات أخرى رب المشارق والمغارب ورب المشرق والمغرب. إذن فهل القرآن يتناقض؟ هذه ما يوجهها لواحد الشاب صغير ربما ما عندهش. إذن القرآن يتناقض. شوف، التناقض ليس هو الكلام الذي يتخالف دائما، التناقض له شروط عند العلماء، له شروط. لابد أن يتحد الموضوع ويختلف الحكم ويتحد الوقت ويتحد الاعتبار. ماشي غير الناس يقولوا كلام متخالف نسميه متناقض. لا، مثلا أقول هذا زيد مثلا فلان مريض، فلان ليس مريضا، فلان مريض، فلان ليس مريضا. نديروا جوج المثال الأول، زيد مريض، بكر ليس مريضا. هل هذا كلام متناقض؟ مش متناقض، لاختلاف الموضوع. فما زيد مريض فعلا وبكر ليس مريضا، فأي تناقض؟ لأن الموضوع مختلف. فما دام الموضوع مختلفا فلا معنى للقول به التناقض. إذا لابد من توحيد الموضوع. لكن الآن أوحد لكم الموضوع فأقول زيد فقط، زيد مريض، زيد ليس مريض، تقول لي هذا كلام، هذا في هذا التناقض. نقول لك زيد مريض الآن وزيد ليس مريضا بالأمس، فلما كان الزمن مختلفا كان هذا أيضا ممكنا. فهل المريض يبقى مريضا دائما؟ فقد يكون مريضا اليوم قد كان. فلو أنك لقيت شخصين سألتهما عن رجل، فقال لك أحدهما إنه مسرور، ثم أو إنه غني، ثم لقيت آخر سألته قال إنه فقير، فتقول إن الناس يكذبون، فلان قال لي إنه غني والآخر قال لي إنه فقير. قل صحيح، هذا لقيته في فترة كان الرجل فيها غنيا فقال غني، وبعد غد ذهب ماله فصار فقيرا. فأي تناقض في هذا؟ إذن فهناك اختلاف الزمان أو اختلاف الموضوع يجعل هذا الكلام ليس من قبيل التناقض. على كل حال لا أريد أن أطيل في التناقض، له شروط في كتب المنطق، ولا يقال بالتناقض بإطلاق، وقد يقال بالكلمتين ولكن باعتبارين مختلفين، باعتبارين مختلفين، فلا يكون الكلام أيضا فلا يكون الكلام أيضا متناقضا. فما معنى أن الله رب المشرق والمغرب مرة، رب المشارق والمغارب مرة، رب المشرقين ورب المغربين؟ كل ذلك صحيح، لا تناقض. رب المشرق والمغرب بمعنى أنك حينما تقف فيكون لك مشرق ومغرب، فكل ما هناك مما يلي جهة الشمس فهو مشرق يستوي، وتأتي للجهة الأخرى فتكون بالنسبة إليك مغربا بإطلاق. فأنت تريد مثلا أن تسأل عن مثلا تريد أن تبني بيتا أو تشتري بيتا، فتقول هل هو لجهة المشرق أو المغرب؟ لأن الجهة المشرق فيه معنى أنه تكون فيه شمس، وجهة المغرب ليس كذلك. لكنك أنت لا تبحث عن أكثر من هذا المعنى، هل هو يوالي ويواجه الشمس أم لا، فتقول مشرق ومغرب. ما كان مواجها للشمس فهو في أول النهار فهو مشرق، وما كان يواليها في نهاية اليوم فهو مغرب. شمس بيت من هذا القبيل شرقي وغربي، ويأتينا الهواء نقول هذا الشرقي وهذا غربي، جاء هو الشرقي وعر والغربي مزيان في العشية ديال الصيف، واحد الغربي راهي صوت، لكن نقول احنا الغربي، واش غربي من واش من المغارب ولا من الغرب الواحد ولا من المشرق، فاهمين؟ بمعنى من جهة فقط. إذن فهناك تتقابل جهتان، جهة المشرق والمغرب، مزيان. عندنا الآن أمر آخر تحدث عنه القرآن الكريم، وهو رب المشرقين ورب المغربين. هذه الكرة الأرضية شاء الله لها أن تعيش على نمط معين في علاقة محددة
ومرصودة مع الشمس، فبين الأرض والشمس علاقة عجيبة جدا. إن الشمس، إن الأرض لا تستغني عن الشمس بل تتجاوب معها وتعيش أوضاعها بناء على علاقتها بالشمس. هذه الأرض لها دورة محورية ذاتية تتمها يوميا، ولها دورة أخرى حول الشمس تتمها في 365 يوم وربع اليوم. فهذا يشكل كل علاقة الشمس بالأرض ويعطي الأرض أوضاعا عجيبة جدا في حياتي وفي حياة الناس، وتأثير ذلك على حياة الناس تأثير كبير. حينما تشرق الشمس في مرحلة معينة، مثلا هو 21 يونيو، تكون الشمس قد أشرقت من أقصى نقطة يمكن أن تشرق منها، ويكون ذلك هو انقلاب الصيفي. ثم تتحرك هذه الشمس، أي نهاية الإشراق في فترة معينة تتابعها هذه الشمس، وتتحرك الأرض في علاقتها بالشمس والشمس في علاقتها بالأرض، إلى أن تصل إلى أقصى نقطة كذلك في لا تشرق بعدها، أي ترتد بعدها، وهي مرحلة 21 ديسمبر. ففي الصيف ترون أن الشروق يختلف يوما عن يوم، يوما عن يوم، يوما عن يوم، فلا زال اليوم يطول 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 حتى ينتهي إلى نهاية طوله. ثم يقال لكم بعد ذلك إن هنالك انقلابا، فاليوم بدأ النهار يقصر، أي بدأت مرحلة أخرى. وفي علاقة الشمس بميلها حول المحور عن محورها واستقامتها، أيضا تنشأ لهذه الكرة الأرضية أوضاع أخرى تحدد الفصول التي يعيش فيها الناس على هذه الأرض. إذن فحينما تأخذ أقصى نقطة في شرقها وأقصى أدنى نقطة في شرقها يكون عندك مشرقان، وحينما يكون لك مشرقان يكون لك بالتبع مغربان. فالله سبحانه وتعالى يذكر أنه رب المشرقين، أي في النقطة الأقصى التي لا تتجاوزها. ولذلك نعرف أيام الانقلاب معروفة، انقلاب الصيفي والانقلاب الشتوي معروفة، لأنها نهاية، أي الحد الذي الأقصى الذي تصله الشمس في دورتها، فلا تزيد عن ذلك. ماشي أنا تلاحظ الشمس مع القمر مع الأرض مع لها هذه العلاقة، والنهار مع الليل لهما هذه العلاقة، ترونها في الليل والنهار، يطول النهار في الصيف يطول 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 إلى أن يصير الليل صغيرا، ثم يتوقف ذلك ويبدأ الانكسار، فيبدأ النهار فيبدأ في النهار في الانحسار ويطول الليل. وترون أن الشتاء كذلك يبقى في هذه في هذا المنحى، وإلى الدرجة التي يعم يصير الشتاء ليل الشتاء طويلا جدا ويقصر فيه النهار، بالدرجة الناس الذين يعجبهم الصيام في رمضان في الشتاء ويسمون الصيام الشتاء الغنيمة الباردة. الصيام الشتائي الغنيمة هو معروفة، صيام الشتاء الغنيمة الباردة، يفطر الإنسان يتسحر ويكون الإفطار إلى تقريبا إلى حوالي 5:30 قل شي حاجة، قل شي حاجة، ويفطر في المساء عند 5 حاجة تود المغرب، فيكون النهار قد تقلص وطال الليل فيقع. إذن فللشروق بداية أقصى حد، وله في هذه الجهة وفي الجهة الأخرى، وللغروب كذلك، فيكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى رب المشرقين ورب المغربين. ومن خلال كون هذه الحركة تتم يوميا، أي كل يوم يتم ينشأ شروق مشرق جديد، إنها هناك حركة، فلا يتكرر الشروق الواحد، بل كل يوم يقع نوع من الانحراف والميل. إذن فكل يوم هناك شروق جديد ومشرق جديد للإنسان، كل يوم مشرق جديد. والله تعالى يعبر عن هذا بقوله رب المشارق والمغارب، يوميا.
طبعا الناس لما كانوا يهتمون كانوا لا يسكنون في هذه البيوت التي تغلق عليهم كل شيء، كانوا يرون هذه الأشياء كثيرا في الطبيعة في البادية، يرون اختلاف الشروق والغروب، كيف يستمر الظل، كيف تشرق الشمس، كيف أن بعض الجهات تصيبها الشمس في الصيف ولا تصيبها في 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 في, في الشتاء. الناس يحسبون هذه الظلال ويعرفونها، بل إن الفراعنة وكانوا قد اهتموا قديما بالفلك، كانوا يحسبون مواقع الشمس من خلال أيام سنة، فكل يوم عندهم يحسبون له جهة تشرق منها الشمس، لا تشرق من الذي قبله ولا الذي بعده. وقد اكتشف، وذكرت لكم في مرة سابقة، أنه في أحد الأهرامات كان هناك ثقب، ترك ثقب في أعلى الهرم، وأصبح هذا الثقب يسلط شعاعا من الشمس، يتسلط ذلك الشعاع فيصيب أحد قبور فراعنة في يوم واحد من السنة. فكان ذلك اليوم الذي يصيب فيه ذلك القبر هو يوم تولي ذلك الملك للملك، أي يوم في سنة محدد. فضبطوا البناء بحيث كان الفتحة تواجه الشمس، شروق الشمس في اليوم المعين، لتعكس وتسلط ذلك الضوء على ذلك القبر إشارة أو إحياء، تقريبا إحياء لذكرى تولية ذلك الملك. فهذا من باب اهتمام الشعوب السابقة والأمم السابقة بالشمس. طبعا هذه المشارق، هذه المغارب، هذا المشرق، هذا المغرب، كل ذلك لا يتعارض. فهناك مشرق ومغرب باعتبار، وهناك مشرقان ومغربان باعتبار، وهناك مشارق ومغارب باعتبار، وليس في الآية أبدا أي جزء يعاكس الجزء الآخر أو يناقضه أو يبطله. فمن هنا كان هذا أيضا شاهدا من شواهد القدرة. هذا القول رب المشرقين، رب المغربين، المشارق، المغارب، ربما كان الناس يفهمون منه تغير المشرق والمغرب، ولكنه يوحي عند بعض العلماء، أوحى إليهم بفكرة علمية، وهي أن هذا كله لا يتيسر ولا يتأثر لو لم تكن الأرض كروية. هذا كله لا يتأتى إلا بسبب أن الأرض كروية. فالإشارة اللطيفة إلى كروية الأرض بهذه الآية، لأن المشارق التي تتعدد لا تتعدد إلا لأن الشرق، لأن هذا الجسم، جسم الأرض، يسمح بذلك، وهو جسم كروي. لأنه لو كان سطحا واحدا لما تيسر كل هذا. ففهم منها بعض العلماء أن هذه الأرض ذات طابع كروي، ليست كروية تماما، هي ذات طابع بيضوي، لكنها هي كروية بمعنى أن لها معنى الكرة وهذه الاستدارة. إذن هذه حقائق يلقيها القرآن. المهم منها أن العلم يشتغل حيث يجب أن يشتغل، ويطور البحوث، والأصل أننا نحن يجب أن نكون في هذا المجال. لكن على كل حال، هذه الآية إذ تلقاها المسلمون تلقوها على لأمر أساس هو تثبيت الإيمان وتركيز الإيمان وتقوية الإيمان، لكنها لا تصادم العلم ولا تصادفه، وكان يجب أن تكون الباعث لنا على أن نفسرها نحن من خلال الطبيعة. نحن مع الأسف الشديد لسنا في الموقع الذي يؤهلنا لأن نفعل ذلك. في هذا الأسبوع رأيتم أن غيرنا من الغربيين يطلقون صاروخا ومرصدا من المراصد ليستمر عبوره أو غيابه نحو 9 سنوات من أجل محاولة استطلاع ما يوجد في كوكب بلوتون. وهذه قفزة كبيرة جدا،
وأن هؤلاء الناس أصبحوا فعلا لهم آلات متطورة وأجهزة وأنهم يراقبون هذا الفضاء وأنهم يحاولون اكتشاف هذا العالم، وهذه من الجهات الناطقة البعيدة جدا عن كوكبنا. ومع ذلك فهؤلاء يبحثون، لا شك أنهم يبحثون لأغراض سندري إن كانت مدنية أو عسكرية، لكنهم على كل حال يتطور العلم عندهم. ونحن الآن أقصى ما نكون أن نكتشف ما يقوله الآخرون، ونكتشف في نهاية المطاف أن ما يقال، أن ما يصل إليه البحث يؤيده القرآن ويتساوق معه القرآن وينسجم مع القرآن. نحن لو شئنا أن نخوض هذه الغمار لما وجدنا في القرآن ما يصدنا أو يمنعنا، لوجدنا أنفسنا مؤهلين تماما لأن نفعل ذلك، لكننا نحن فقدنا الموقع الذي من خلاله نشرف، لأننا لم تعد لنا صلة بالعلم قوية، لم نحدث فينا أسباب القوة، لم نهتم بما تهتم به الشعوب القوية، نحن نهتم بكل الأفكار الفاسدة نلوكها ونرددها ونتعاون على 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 نشر كل ما يؤدي إلى تفكيك العالم الإسلامي والأمة الإسلامية أخلاقيا واجتماعيا وما إلى ذلك. كل أمر ليس له غاية صحيحة ولا يؤدي بنا إلى توفير القوة نحن منشغلون به. لكننا كما قلت في البدء، لو شئنا أن نبدأ من حيث يجب أن يكون البدء لبدأنا بالعلم، بالمعرفة، بتأهيل الإنسان لأن يكون قابل العلم، أن يساعد على الأقل على نشر العلم، أن يعين على المعرفة، أن لا يكون الإنسان عدو العلم. الإنسان في مرات يصير عدو للعلم ولا يشجع عليه ولا يدفع إليه لأنه ضيق الأفق ولا يؤمن بمستقبل الأمة. إذن الآية التي تليها إن شاء الله للقاء المقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.